السطر رقم 73. تمام، هنبدأ من آخر عمود بلفة قبل فراغ السلسلة. طيب احنا عندنا ده البريد الأمامي، عملنا فوقيه بريد خلفي، وعملنا فوقيه عمود. العمود ده قبله سلسلة، ده اللي هنبدأ منه. العمود اللي قبله، تمام، العمود اللي قبله آخر عمود بلفة قبل مجموعة الأعمدة اللي هنا. تمام، طيب هنعمل فيه بريد خلفي حشو، حشو بريد خلفي. هلف على إبرتي بعد كده 3 لفات، وهعمل فوق العمود اللي أنا سبته في النص تحت فراغ السلسلة ده عمود ب3 لفات. هنا هعمل عمود ب3 لفات. تمام، طيب ارجع تاني لمجموعة الأعمدة، وهعمل فوق ال7 غرز اللي بعد كده 7 حشو. 1 2 3 4 5 6 7 فوق الغرزة التامنة، وهي منتصف الأعمدة بتاعتنا، هنعمل غرزتين اتنين. 1 2 غرزتين اتنين حشو، حشوين اتنين فوق الغرزة التامنة. ارجع مرة تانية، 7 حشو فوق 7 غرز. 2 3 4 5 6 7. طيب وصلت ليه فراغ السلسلة، وده هيبقى التكرار بتاعنا اللي هنعمله في الضلع بتاعنا، هنعمله طول الضلع. تمام، طيب هنعمل ايه؟ هلف على ابرتي 3 لفات، وباجي في فراغ السلسلة فوق العمود اللي تحت فراغ السلسلة، وهعمل عمود ب3 لفات. عمود ب3 لفات فوق العمود اللي بعد كده بعمل بريد خلفي حشو. يبقى ده التكرار بتاعنا، يعني المفروض يبقى عندنا 32 تكرار من ده. الف على ابرتي 3 لفات. انا هنا عندي غلطة، لا مش غلطة ولا حاجة، هو العمود بس مستخبي. عمود ب3 لفات. تمام، عمود ب3 لفات فوق العمود اللي تحت السلسلة، وبعدين حشو بريد خلفي فوق العمود اللي بعد كده. عمود ب3 لفات، في السطر اللي قبل او فوق السطر اللي قبل، وبريد خلفي حشو، حشو بريد خلفي. تمام، هكرر ده لحد ما اوصل لي اخر فراغ قبل الاعمدة. وبعدين بنعمل 7 حشو فوق العمود اللي في النص، بنعمل 2، وبعدين 7 حشو، وبعدين بكرر نفس الباترون ده. تمام، خلص السطر بتاعي وارجع تاني.